السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي اشوف مع بعض، لو انا مش هشتغل على الريفت بس عايز اشوف ملفات الريفت، انا مدير ومعايا ناس هي اللي بتعمل الشغل، فانا عايز اشوف الشغل بتاعهم وراجع الشغل بتاعهم. في اكتر من طريقة، يمكن احسن طريقتين وهم تبع اوتوديسك. الطريقة الاولانية ان انا هستخدم اوتوديسك فيور، ده كل اللي انت عايز تعمله ان انت بس ترفع الملفات. بص، هو بيدعم ملفات ايه؟ بيدعم 3 دي ماكس، بيدعم الريفت، بيدعم النفس وركس، بيدعم كل الحركات التحرريه، الدي اكس اف، الدي دبليو جي، كل الامتدادات اللي انت عايزها. طيب هقول له سيلكت فايل او ابلود فولدر، يعني ممكن ارفع فولدر كامل باللينكات اللي فيه، هو يبدا يربطهم مع بعض. خلينا نيجي مثلا على الديسكتوب، شوف اي ملف ريفت كده يكون مساحه صغير. ولو ملف كبير هيقراه بس عشان بس وقت التسجيل. طيب ده 1 ميجا، ده طيب خلينا نرفع دوت. بيقول لي هترفع ملفات تانية معايا، فقلت له لا. هتيجي هنا هتشوف المودل كله، هتيجي هنا في فيور فتقدر تشوف كل الفيوهات اللي موجودة، أي شيتات موجودة هتظهر معاك. هنا العناصر، فتقدر تقول له أنا عايز ألغي حاجة معينة، دور معين، الول مثلا. هنا البروبرتيز، بحيث لما تعمل سيلكت عليها حاجة يبدأ يجيب لك الخصائص بتاعتها. دي الإعدادات، هنا هتقول له مثلا أنا عايز أشوف هوم، عايز بان، عايز أعمل زوم. فيرست بيرسون، كان في شخص هو اللي بيشوف، تمام، فبتحرك من خلال الاسهم. عايز تقيس من هنا لهنا مثلا، يبدا يجيب لك في الاكس وفي الواي وفي الزد وبينهم فعلا قد ايه. اكسبلود، لو هما كذا دور يبدا يفرقهم عن بعض. هنا ممكن تحط كومنتات، شير، تاخد اللينك وتشيره مع الزملاء، ممكن تاخد سكرين شوت وهكذا. الاختيار الثاني بالنسبه لي الا وهو نفس وركس فريدم، ده مجاني بتقدر تحمله اهي، دي الاصدارات بتاعته، تقدر تحمل، تقدر تفتح الملفات. هو بس هتحتاج ان حد يحول لك من الريفت لنفس وركس، ودي سهله وبسيطه. وفي بعض المواقع كمان بيديك الموضوع ده تلقائي، ترفع الملف يتحول ل ان دبليو سي. لو انت عندك الريفت هتسطب، هتخلي حد مثلا من اللي معاك يسطبه الملف الريفت ويسطبه ل ان دبليو سي عليه، بحيث ان هو يقدر يصدر. وممكن لو انت عندك النفس وركس هتقول له باتش يوتيليتي، هتطلع معاك بالشكل دوت. هتبدا تختار الفولدر اللي فيه الريفت، مثلا انا عندي في البيم مثلا، تمام. هيبدا يجيب لك الملفات اللي انت عايز تحولها، تدي له ملف الريفت وهو هيحول لك لنفس وركس. مثلا اهوت، هتبدا تشوف فين الحاجات الخاصه. هقول له ان انا عايز الريفت، ممكن حتى لو عندك دبليو جي او دي سيف هو يبدا يحولهم لك، تمام. تبدا تختار، ممكن تختار 10 ملفات 20 ملف وتقول له اد فايل، وتقول له انا عايز احولهم في نفس المكان. اهوت، وتقول له ران كوماند، هيبدا يحول لك ملفات الريفت دي لنفس وركس، تقدر تشوفهم في الفيور.